أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 100 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع في اليوم الثالث للهدنة. وقال الهلال الأحمر إن الشاحنات تحمل طعاما وماء وحليب أطفال وأغطية. وكان مدير الإمداد والتجهيز في الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أنه جرى التنسيق مع مصر لإدخال شاحنات المساعدة بشكل مباشر إلى مدينة غزة وشمالي القطاع لتوفير الجهد والوقت من دون الحاجة إلى إفراغها في شاحنات فلسطينية ومن ثم نقلها. نعم، نحن من الصباح لتنسيق الشاحنات لدخولها وتسهيل إلى غزة وشمال غزة، وكان الاقتراح أنه تتم الشاحنات المصرية بدخولها لنكسب الوقت في عدم تفريغها إلى الشاحنات الفلسطينية. وبالفعل نجحنا الآن بخروج 50 سيارة متجهة، بخلاف ال50 سيارة صباحا 50 سيارة شاحنة أخرى متجهة الآن بشاحنات وسائق المصريين ونفس الشاحنات المصرية إلى غزة.